السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل بعد أول حلقة اتكلمنا فيها عن مقدمة يعني مالتي وليه نستخدمها وإيه المميزات والعيوب بتاعتها، واتكلمنا عن السنجل والمالتيبل داتابيز. هنبتدي إن شاء الله بقى نسطب الباكج اللي إحنا هنستخدمها اللي اسمها تيننسي فور لارافيل. هم عاملين هنا توتوريال لطيف جدا هنمشي عليه خطوة بخطوة زي ما هو ماشيين. فأول حاجة هنسطب الباكج، طبعا ده بروجكت فريش لارافيل بروجكت، يعني ما فيهوش لسه ما عملناش فيه اي حاجه. حتى لو فتحناه هنا اهو هيشتغل معانا عادي جدا. تمام، هنسطب الباكج وبعدين هنخش نعمل تيننسي انستول زي ما هما برضو عاملين هنا. تمام تمام هي سطبت اهي خلاص. بعدين هنعمل تنسي انستول كده برضو الدنيا تمام. بعدين المفروض ان احنا هنران المايجريشن. هو بس حاجه بسيطه جدا ان التوتوريال ده على المالتيبل داتابيز، وهنعرف ازاي لو انت حابب تشتغل بالسنجل داتابيز هتعمل ايه. المهم احنا دلوقتي هنران المايجريشن عادي جدا. هنا طبعا احنا لسه ما عملناش اي داتابيز، لسه ما عملناش كونفيجريشن للداتابيز. فانا هخش هنا على بي اتش بي ماي ادمن ونعمل داتابيز مخصوص عشان ال بتاع. طيب على ما بي اتش بي هو فتح هنا وخلاص، هنضيف الداتابيز. تمام، هنرن الامر تاني. تمام، هو كده بيرن المايجريشن. تمام، بعد خطوة المايجريشن هو هنا بيقول لك هنضيف السيرفيس بروفايدر بتاع الباكج، بس هتحطه تحت خالص لان هتلاحظ هنا في الراوت سيرفيس بروفايدر هتحطه بعده. فاحنا هناخده كده، نخش على config واب دوت بي اتش بي، وهنيجي هنا تحت عند الراوت سيرفيس بروفايدر اللي هو ده. خلي بالك لازم يكون هنا في الاخر خالص. بعد ما نعمل كده كده خلاص احنا يعتبر سطبنا الباكج وظبطنا الكونفيجريشن بتاعتها. لازم بنعمل تيننت موديل. طبعا ده موديل عادي انت ممكن تكريته بايدك او ممكن تكريته بالي بالي، فاحنا هنكريته كده بس لازم نسميه تيننت زي ما هما كاتبين هنا. تمام، تعالى ناخد الكود هنا اختصارا للوقت. نخش على المودلز عندنا تيننت ده، وتعالى ناخد حطه زي ما هو. ده التيننت موديل بتاعنا اللي هيبقى جواه التيننس او الناس اللي احنا يعتبر السيستم السيستم او هيشير نفس الكود كله. بعدين هنخش على config tenancy dot php، وجوه التيننت موديل بس هنحط التيننت اللي احنا لسه التيننت موديل اللي احنا لسه مكريتينه. يعني هنيجي هنا نخش config وبعدين tenancy، هتلاقي هنا انت مجرد بس المفروض ان انت تستدعيه، سواء بقى تستدعيه المفروض ان هو مستدعيه هنا. هنستدعيه بالاب موديل زي ما هو حاطه هنا كده. بس كده احنا نعتبر خلصنا الكونفيجريشن. تمام، في خطوة بقى أخيرة بنعملها هنا، بنعدل في الراوت سيرفيس بروفايدر عشان الراوتات بتاعة التيننت تشتغل معانا. تمام، فاحنا محتاجين نيجي هنا نخش على الاب بروفايدرز راوت سيرفيس بروفايدر. هنعدل شوية حاجات هنا. هو في هنا ماب اي بي اي راوتس وماب ويب راوتس وفي سنترال دومينز. التلاتة ميثود دول هناخدهم زي ما هما كده وهتحطهم هنا كده مثلا في الآخر كده. تمام، هنظبط بس دي كده. تمام، بعدين الفانكشن اللي اسمها بوت هتستدعي فيها الميثودز اللي انت لسه حاططها دي اللي هي الماب اي بي ار راوتس وماب ويب راوتس. هنا كده هنشيل دول، طبعا هتشيل دي كده وتحط اللي انت لسه الميثودز اللي احنا لسه مكريتين. طيب فاضل بقى حاجه اخيره، هنخش برضو على التينسي دوت بي اتش بي. هنا هنكتب له اسامي السب دومينز اللي احنا المفروض هنشتغل عليها، او السنتر أو لا انا اسف، ده السنترال دومين اللي هو الدومين الاساسي بتاعك اللي هو في الكيس بتاعتنا. طبعا احنا شغالين على اللوكال هوست فهنحط احنا اللوكال هوست. هو باي ديفولت اصلا بتلاقيه محطوط لوكال هوست، بس انا مثلا لو الموقع بتاعي مثلا اسمه محمد دوت كوم يبقى انا لا هشيل اللوكال هوست واحط محمد دوت كوم. ده المفروض هنلاقيه هنا
هنا اهو سنترال دومينز. طبعا انت ايه لو عندك اكتر من سنترال دومين بتحطه، بس احنا غالبا بنشتغل على واحد اللي هو اللوكال هوست. تمام. بعدين هتلاحظ ان الباكج هنا لو فتحت الراوتس هتلاقي فيه ملف جديد اسمه تيننت دوت بي اتش بي، وهتلاحظ بقى جواه هنا في كذا ميدل وير تبع الباكج، وجواه الراوتات بتاعت كل تيننت. يبقى هنا الملف تيننت دون ده جوه الراوتات بتاعت التيننتس بتوعك، لكن لو انت عاوز تشتغل من السنترال دومين فانت عادي جدا هتشتغل من ويب دوت بي اتش بي عادي يعني. تمام. هو هنا عشان طبعا هو هنا بيقول لك ان الميدل وير اسمه بريفنت اكسس فروم سنترال دومين، طبعا من اسمه كده يعني ما ينفعش التيننت اكسس على السنترال دومين اللي هو السنترال دومين الاساسي، فهو ده فايده الميدل وير ده. ما علينا يعني. وهنا بيحط مثال بسيط جدا عشان يوريك ان المالتي تيننسي شغال، بمعنى احنا لو شلنا كده. تمام. دلوقتي مثلا انا بطبع كل اليوزرز الموجودين في الداتابيز. تمام. المفروض دلوقتي طبعا كل تيننت، احنا دلوقتي ماشيين بالمالتيبل داتابيز، كل تيننت المفروض هيبقى له يوزرز مختلفين عن التانيين. يعني انا دلوقتي لو جيت عندي عملت سلاش، لو انا مثلا عندي تيننت واحد مثلا، لو انا عندي السنترال دومين مثلا اسمه وليكن اب دوت كوم مثلا، فانا عندي مثلا التيننت الاولاني مثلا يبقى اسمه مثلا تيننت واحد دوت اب دوت كوم. تمام. المفروض ده كده راوت سلاش اللي هو المفروض هنا ده كده، ولو في تيننت اتنين دوت اب دوت كوم سلاش يبقى ده برضه هيخش على نفس الراوت، بس كل واحد بيقرا من داتابيز مختلفه لان احنا ايه شغالين بمالتيبل داتابيز. هنشوف دلوقتي هنجرب نخش نعمل كذا تيننت ونخش من نعمل سلاش ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. هو هنا بيقول لك ان خلاص ده بيكريت لك ملفات المايجريشن، بس هنا لو بصينا بقى على ملفات المايجريشن، هنخش على داتابيز مايجريشنز، هتلاحظ ان في فولدر هنا اسمه تينن. المايجريشن دي بتاعت السنترال داتابيز، فانت طبعا بتفولدر تيننت ده بنحط جواه المايجريشن اللي انت حابب تحطها في كل تيننت بتاعك. احيانا مثلا ممكن السنترال داتابيز يكون فيها انت عاوز فيها جداول والتيننت دي فيها جداول مختلفه، بس احنا دلوقتي خلاص احنا مش هنحتاج مثلا الدومينز ده مش عاوزينه في كل تيننت، ولا الجدول ده برضه مش هنحتاجهم هنا. تمام. يعني احنا اصلا السنترال داتابيز طبعا بيبقى متخزن فيها الدومينز وبيبقى متخزن فيها التيننتس اللي عندك، ده السنترال دومين اللي هو الاساسي بتاعك. انما انت مثلا لو السيستم ده هتديه لحد انت مش هتحط ليه كل الدومينز او كل التيننتس بتاعته في الداتابيز، ملوش لزوم. فمثلا احنا سايبين جدول يوزرز والباسورد والحاجات دي فاحنا هنسيبهم. تمام. طيب نيجي بعد كده ازاي ننشئ تيننت. احنا طبعا هنستخدم تينكر دلوقتي عشان ننشئ التيننت، بس ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنشوف ازاي نعمل فورم وننشئه من خلاله. يعني استعمل بي اتش بي ارتيزن تينكر. تمام. هنا مثلا ادي هيعمل اول تيننت اهو اب مودلز تيننت ده اللي احنا كريتناه، وبيعمل كرييت الاي دي وبتكتب اسم التيننت بقى. تمام. وبعدين التيننت ده بيعمل بيكريت له دومين، مثلا هو هنا مسميه فو، فهنا فو دوت لوكال هوست. يعني احنا مثلا اول حاجه هنكريت التيننت، تعالى لو زي ما هو كده. تمام كده هو كريت التيننت اهو سماه فو. تعالى برضو نعمل دومين، برضو نكريت له دومين بالشكل ده. خلاص كده هو كريت له دومين. طيب تعالى نعمل التيننت التاني عادي بقى، انت لو حابب تسميه اي حاجه، يعني مثلا لو سميته اي حاجه تيست مثلا. تمام. هو انا بيقول لك ان في تيننت تاني اسمه تيست، لان انا فعلا كنت عامل تيننت تاني اسمه تيست، فبلاش نستخدم تيست، نستخدم اي حاجه بقى، نيو مثلا اي حاجه. تمام. هو كاريت التيننت اللي اسمه نيو، وبعدين هتكاريت له برضو ايه سنترال، هتكاريت له دومين عادي جدا، بس هنخلي الدومين طبعا ايه نيو دوت لوكال هوست. زي ما قلت لك ده السنترال دومين، يعني طبعا لو انت عندك حاجه غير اللوكال هوست اللي هو هتحط الدومين بتاعك بقى فانت بتغيره هنا برضو. بس كده احنا كريتنا ال كريت التيننت وكريتنا لكل تيننت ايه كريتنا الدومين. تمام. طبعا هو هنا الكود ده فايدته ان هو بفاكتوري بيضيف دامي داتا في الداتابيز، فلو تلاحظ هنا الكود بيعمل ايه،
هو انا بقول لك اب مودلز تيننت اور ران فور ايتش، يعني امسك لي كل التيننت اللي عندك وران فور ايتش، ده لو حابب ان انت ترن حاجه معينه في كل التيننت اللي عندك كلهم بتعمل ران فور ايتش. فانت مثلا بدل ما دلوقتي هنخش على الداتا بيز ونضيف يوزرز في كل داتا بيز، لا احنا هنرن الامر ده وخلاص، شكرا على كده. لو حطيناه كده نقول اوكي. تقريبا في مشكله، unknown column name in field insert into users. لحظه تعال نشوف هو هنا عمل عمل ايه في الداتابيز. المفروض لما نعمل ريفريش المفروض ان احنا دلوقتي عندنا اتنين داتابيز اهو، واحده اسمها تيننت فو اللي احنا عملناها، واحده اسمها تيننت ايه تيننت نيو. المشكله اللي حصلت ايه، ان هو بيقول لك لو جيت تفتح التيننت فو دلوقتي هتلاقي فيها عندك هتلاقي عندك الجدول بتاع اليوزرز موجود اهو والدنيا تمام، وحتى هو ضاف البتاع مش عارف هو ظهر خطأ ليه الصراحة. لو جينا هنا كده اليوزرز برضو ضافوا هنا. تمام مش مشكلة دلوقتي. المهم دلوقتي احنا دلوقتي اتكريت لنا اتنين داتابيز على حسب التيننت. لو جينا هنا طبعا المفروض نخلي دي لوكال هوست بقى عشان احنا حاطينها ايه الدومين، حاطينه تيست دوت لوكال هوست او نيو دوت لوكال هوست. لوكال هوست تمام، ده لو عملت كده كده احنا في السنترال دومين. طيب انا كده بقى المفروض احط مثلا نيو دوت لوكال هوست. هلاحظ ايه اللي حصل، طبع لي اليوزرز الموجودين، بس هطبع لك اليوزرز الموجودين في الداتابيز بتاعت الراجل اللي هو هنا ده بتاع النيو. لو فتحت هنا اليوزرز اللي احنا فيه اللي هو الاسم ده هنا اهو، هتلاقي هنا اهو. لو دخلت على الاولين كان اسمه فو باي، هتلاقي فو برضو طابع نفس اليوزر. طبعا هتلاقي طابع يوزر مختلف على حسب الداتابيز اللي شغال. المفروض طبعا ان الباكج هي اوتوماتيك بتكريت لك الداتابيز وبتعمل لك كل حاجه. فدي اول جزئيه اللي هي متعلقه بالمالتيبل داتابيز. خلاص احنا ان شاء الله كده خلصنا الفيديو على كده، وبامر الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم ازاي نشتغل بقى على السنجل داتابيز. برضو في كام تعديل بسيط، وان شاء الله نعمل فورم برضو. يعني ده كان توتوريال بسيط جدا برضو ما شرحناش بما فيه الكفايه. المره الجايه هنكتب بقى كود ونكتب فورم ازاي ننشئ تيننت عن طريق الفورم، وازاي تعمل الدومين، ونكمل بقى السنجل داتابيز. السلام عليكم ورحمه الله.